السلام عليكم مشاهدي قناة بيتي ستار، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. نتمنى من الله دائما تكونوا بصحة جيدة. تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم للقناة وعلى الكومونتير اللي تتخليو ليا، فصراحة تفرحوني وتعجبوني، وبيتي دائما جاية وجايبة لكم الجديد، فأنا ما نسيتكمش، أنا جاية وجايبة لكم معي الوصفات الطبيعية لغسل ديكم وتنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. بالنسبة اليوم جايبة لكم واحد سكراب رائع. هاد السكراب هذا او القماش فهو غزال وطبيعي، وهاد المواد هذه كلها عندنا متوفره في البيت ديالنا. غادي نديرو هاد القماش هو الاول، من بعد ان شاء الله غادي ندوز الوصفه الثانيه، وهي عباره عن ماسك مغذي كذلك البشره وتليق الطبيعي كلهم ديال الوجه. هاد القماش هذا غنحتاجو فيه واحد معلقه ديال ياغورت طبيعي، وجوج معلقة ديال السكر السنيدة. هناخدو سنيدة حبيبات، هاد رقيقة بزاف، متاخدوش تكون غليظة باش متأثرلكمش على البشرة ديالكم. غادي ناخدو سنيدة جوج معلقات، فهاد الوصفة هادي رائعة وطبيعية. واحد المعلقة هنا ديال الياغورت الطبيعي، معلقة كافية هنا. غادي نخلطو مزيان تتجانس هاد العناصر، انت تشوفو شوية بشوية. دابا غادي ناخدو هاد الخليط ونطبقوه على البشرة ديالنا، نخبطو بحال هكا ونديرو على البشرة ديالنا. غادي نبقاو تديروا هكا على شكل الحركه الدائريه بحال هكا بشويه بشويه، ما تخافوش غير خديتو سنيده رقيقه، ما تخافوش ما غاديش يجرح يكون البشره ديالكم. حاولوا ما تاخذوش الغليظه، ولا عندكم السكر الاشقر حتى هو ممتاز للبشره. خليكم تتماسوا الوجه ديالكم هكا واحد 3 ديال الدقائق. من بعد ما نكمل 3 ديال الدقائق غادي ندوز ان شاء الله ونغسل الوجه ديالي، وغادي نرجع معكم باش نديرو الوصفه الثانيه وهي الماسك. دابا من بعد ما غسلت الوجه ديالي من داك السكراب، دابا غادي ندوزو الماسك اللي غنطبقو ان شاء الله على الوجه ديالنا. بالنسبه لهاد الماسك هذا المكون الاساسي ديالو وهو الخرقوم. دابا انا نقول لكم الطريقه اللي غديروها باش يولي الخرقوم على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد الوصفه هذه انا فايت لي حضرتها من قبل،
وان شاء الله من بعد من تسالى غادي نشاركها معكم. غنحتاجوا فيها كاس ديال الحمص يابس مطحون، كاس ديال الحمص يابس مطحون، جوج معالق ديال الخرقوم، ومن الاحسن يكون الخرقوم البلدي مصوبينه في الدار ديالكم وطحينه في الدار ديالكم. ما تاخذوش الخرقوم اللي تيكون تتباع مطحون، فهذاك راك عارفين تيكون مخلط بشحال ديال المواد وهذاك غادي يكون مضر بالبشره ديالكم. غادي ناخذوا معلقه ديال الحلبه وبيضه بلديه، واللي ما عندوش بيضه بلديه يكتفي بالبيض العادي. هي حاجه تحتاجوا البيضه البلديه كلها. دابا ندوزوا الطريقه. تاخذوا الكاس ديال الحمص وجوج معالق ديال الخرقوم ومعلقه ديال الحلبه وبيضه بلديه كلها بالفص ديالها بالبيض ديالها بقشورها كامله، تتخلطوا هادشي كله وتتقبطوها هكا وتديروها بواحد شي لاطا وتخلطوهم بالماء ورد. انا عندي هنا ماء ورد، تخلطوهم بالماء ورد وتتقبطوا الفران وتتشعلوه حتى تسخن مزيان، من بعد تطفيوه وعاد حطوا فيه هاد الخليط هذا وتخليوه تما حتى تيشرب وتيبس مزيان. وملي يبس ويبرد غطحنوه، طحنوه مزيان وغتغربلو حتى تيولي رقيق. هانتوما تشوفوا غادي يولي على الشكل هذا، بحال هاد الشكل هكا يولي. انا غربلتو وتيولي على هاد الشكل هذا، هانتوما تشوفوا هنايا تيولي بحال الشكل هكا. ريحه الحلبه باقيه فيه بحال اللي عاد صوبتو دابا، يعني هاد الخليط هذا صوبتو وخليتو دوزكم واحد المده طويله، ويني هذا راه غزال ومفيد بزاف للبشره ديالكم. بالنسبه للناس اللي عندهم ديك الكلف والطبايع في الوجه وكذلك الحبوب فهذا رائع، وهاد الوصفه ان شاء الله غادي تجربوها وغترجعوا عليا الخبر. انا تتعجبني، فيها مواد كلها طبيعيه وهاد المواد هذه كلها تكون عندنا في البيت ديالنا. دابا غادي نبداو. غادي نحتاجوا معلقه ديال الخرقوم، بالنسبه للواحد اللي بوحدو دير معلقه صغيره، وانا كنت بكم تقدر معلقه كبيره ولا حسب. انا ناخذ غير معلقه هكا ديال الخرقوم، غادي ناخذ معاها واحد جوج معالق تقريبا ديال العسل على حسب ما يجمع لي هذا الخليط هذا، ندير واحد الجويجات هكا ديال جوج معالق العسل. نتوما بالنسبه للخليط عينيكم ميزانكم. نخلط هادشي كله مزيان. وبالنسبه لهاد الوصفه هادي، فهاد الوصفه هادي خصنا نديروها كل نهار، تداوموا عليها يوميا حتى تشوفوا النتيجه اللي تعجبكم. مثلا بغيتوا بحال نهار ديروها تخلطوها بالعسل، ونهار تخلطوها باليوغورت الطبيعي، ونهار تخلطوها بماء ورد. عندكم اختيارات، اللي ما تعجبوش العسل يدير ماء ورد ولا اليوغورت الطبيعي. هانتوما تشوفوا هذا هو القوام اللي بغيت انا نحصل عليه بحال هكا. الخيط ما يكونش خفيف وما يكونش قاصح، يكون متوازن. نخلط هادشي كله مزيان. دابا غادي نطبق هاد الوصفه هادي على الوجه. تنخدم بحال هكا، تنديرو هكا، تطبقو على الوجه كلو. وما تخافوش هاد الخرقوم ما يبقاكمش نهائيا الاثار ديالو في الوجه. تقول لك الصفوره ما نخليهوش ما نديروش فيه الصفوره بزاف، ما تخافوش. فغير تتوصلوا الوجه ديالكم تبقى عادي، اللي تخافوا منه هو الخرقوم تتشريوه مصوب ناضي. فديروا طبقوا هاد الوصفه كلها على الوجه ديالنا، ونخليوها هكا ما بين 20 حتى 30 دقيقه على حسب تيبس في الوجه ديالكم. من بعد ما تيبس هاد الخلطه اللي في الوجه ديالكم غتقبطوا قبل ما تزولوا، ديروا واحد القطيره ديال الماء وتبقى ديروا بحال تواصلوا بحال هكا، تبقى تزولوا بحال هكا على الوجه كامل بشويه بشويه، بحال تديروا الكوماج بحال هكا. ومن بعد غسلوا الوجه ديالكم وغسلوا بالصابون وتغسلوا به دائما كل وحده اللي تيوافق البشره ديالها. دابا انا غادي نمشي نغسل الوجه ديالي وغادي نجي نتلاقى معكم ان شاء الله ونقول لكم اش غنديروا في الاخير. هانا رجعتكم دابا من بعد ما غسلت الوجه ديالي. دابا غادي ناخذ هاد الديسك هادو وغادي ندير فيهم ماء ورد، غادي ندوزهم على الوجه ديالي كامل على هكا حيت الماء ورد مزيان مور لي ماسك. وما
من بعد تطبقوا عليه الكريمه اللي تتوالمكم او ليكرون. انا صراحه ندير ليكرون حتى في الدار، لان كما تعرفوا فاحنا هنايا تكون عندنا اشياء ديال الفران ديال البوطه، انا دائما تنستعمل ليكرون. وانتم على حسب انت عجبني هاد لا روش بوزي غزال هذا، وكذلك هاد لا مارك هادي دوك لايت، هي بالنسبه للناس اللي عندهم ليطاش في الوجه سكريميوها، فهي غزاله تتزول لك الطبيعه كل ما تكون في الوجه. دابا انا غنستعمل هاد لا روش بوزي كما تشوفوا، فهادي فيها تيكوان تابيو، يعني هادي راه مزيانه الحراره ديال الشمس. دابا غادي نطبقها على الوجه ديالي، ندير واحد شويه نطبقها على الوجه ديالي كامل. بحال هكا ما عندكم ما تخسروا، دائما اعتنوا بالبشره ديالكم، جوج مرات في السيمانه ديروا لي ماسك بحال هكذايا، هما رائعين. بالنسبه للوصفه اللي عطيتكم اليوم، هذه ديال الخرقوم، هذه ديروها كل نهار حتى تحصلوا على النتيجه اللي بغيتوا، هانتم تشوفوا. فهاد الوصفات اللي عطيتكم اليوم فهما وصفات رائعه، اعتنوا بالوجه ديالكم، بقاو ديروا لي ماسك جوج مرات في الاسبوع. بالنسبه للقماش بارك مره واحده في الاسبوع، وهاد الوصفه اللي عطيتكم اليوم ديال الخرقوم هذه استعملوها كل نهار حتى تحصلوا على النتيجه اللي بغيتوا. تنتمنى هاد الوصفات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، وكما العاده ما تنساونيش بلي لايك.